السلام عليكم ومرحبا بكم معي في القناة. إذا كانت هذه أول مرة تزور القناة أنتم ضغطوا على زر الاشتراك وتفعلوا الجرس باش توصلوا بكامل الوصفات. اليوم إن شاء الله راح نشارك معكم مائدة إفطار اليوم الثامن من الشهر الفضيل اللي راح يكون فيه شوربة في المثال بالدجاج، وراح نرفقوا بالبوراك على فيونداشي والبطاطا، وكطبق أساسي راح نديروا أروز بالفلفل دي رائع وتانيك إسكالوب على كريم، وكتحلية راح نديرو باناكوتا وشوكولا تجي بزاف بزاف بنينة. فإذا حبيتوا تشوفوا الوصفات وطريقة التحضير ديالها فخليكم مع الفيديو الأخير. إذا نبدأ بالشربة ديالنا، عندي هنايا صدر ديال الدجاج مقطع، عندي بطاطا مع زهودية والقرا مقطعين أيضا، عندي أيضا البصل والطماطيش مع فص ديال الثوم ملحيين، عندي حشيش شربة مع كرافس. بالنسبة للتوابل ملح فلفل كحل كمون تحميرة مع شوية ديال راس الحانوت ومغرفة ديال لاتومات كونسونتخي. طريقة التحضير، في الطنجرة درت شوية ديال الزيت تسخن، زدت هداك البصل والطماطيش مع الثوم الملحيين، ونزيد هذاك صدر ديال الدجاج مقطع، انا قطعته شويه كبير، وثاني هذاك الحشيش ديال الشربه مع الكرافس، نزيد لاطوماط كونسونطري ولي سيبيس ونقليهم مليح مليح، باسكو على بالكم هي انه السلف بين ديال الشربه هو انه لازم هذاك البصل مع اللحم يتقلاو مليح مليح مع هذوك لي سيبيس، يعني هادو من اسرار البنه ديال الشربه. بعد ما قليتهم مليح راح نزيد هذيك الخضره ديالي، وهي ثاني نقليها معهم هكذاك زوج ولا 3 دقائق، ومن بعد نمرق الشربه ديالي ونغطي عليها ونخليها حتى يطيب لي هذاك الدجاج وثاني تطيب هذيك الخضره. بعد ما طابت لي هذيك الخضره نحيتها ورحيتها بالميكسور بلونجر كما راكم تشوفوا، ومن بعد نعاود نرجعها في الطنجره ديالي، وبعد ما نرجعها راح ندير لو فيرميسيل ونحركها، وهكذايا كل زوج ولا 3 دقائق نحرك باش هذيك الفيرميسيل ما تسقليش في القاع ديال الطنجره ديالي، وهكذايا حتى تطيب كامل هذيك الفيرميسيل وتكون الشربة ديالي واجده. وبالنسبه باش نرفقوا الشربة ديالي كما قلت لكم راح ندير بوراك بلا فيونداشي والبطاطا، بس ورت لكم كامل المراحل باسكو على بالي كامل تعرفوا ديروا لا فارس بالبطاطا والفيونداشي، يعني هنايا برك لقطات من التشكيل ديال البوراك. وبعد ما نكملوا البوراك ديالنا نجيو نشوفوا طريقه التحضير ديال الاروز في الفرن بالفلفل، يجي رائع. اذا بالنسبه للمقادير ديال الروز، عندي هنايا فلفل الوان مقطع، عندي الصفر والخضر، عندي البصل مقطع ايضا، وعندي الملح والفلفل الكحل. بالنسبه الفلفل اذا كان عندكم، اذا توفى عندكم فلفل الوان يكون احسن، سينو تقدروا تستخدموا غير الفلفل الاخضر. اذا هنايا في البلا اللي يدخل فور درت شويه ديال الزيت، ندير هذاك البصل الفلفل الملح والفلفل الكحل ونخلطهم مليح مليح، ومن بعد ندخلهم الفرن سخون على درجه حراره 190 حتى يدبلوا لي ويبداو يطلقوا الماء ديالهم، ومن بعد نخرجهم. وهذه العمليه تقدروا ديروها غير في مقلاه، يعني اذا ما حبيتوش ديروها في الفرن تقدروا ديروا هذه العمليه غير في مقلاه، بصح لازم تكون على النار متوسطه. هذه هي النتيجه بعد ما تبالي هذاك البصل وهذاك الفلفل كما راكم تشوفوا طلقوا الماء ديالهم ونشفوا ثاني من الماء ديالهم. هنايا نزيد الاروز، الاروز حسب
كمية حسب أفراد العائلة، نزيد الروز نخلط مليح ونعود نرجحه للفور، وهكذا حتى بياخد لي الروز شوية ديال اللون. بعدها نزيد الماء، وبالنسبة للماء كل كيلة ديال الروز نزيد لها 2.5 كيلات ديال الماء ونخليه حتى يطيب لي كامل الروز ديالي. وبالنسبة للسكالوب هنا يطيبته في مقلاة بشكل عادي، طيبته على نار مجهدة شوية باش يتحمر وياخد لون شباب. زدت عليه علبة ديال الشامبينيون وتانيك الملح والفلفل الكحل، وهنا لازم نقش شوية النار باش هذيك السكالوب يدخلوا الطياب. وبعد ما زدت الملح والفلفل الكحل راح نزيد لا كريم ليكيد، ولا تقدروا تعوضوها بلا كريم فريش، ونخليه يطيب حتى يطيب لي مليح هذاك الاسكالوب، ويكون عندي الاسكالوب ديالي واجد. يعني كيما راكم تشوفوا طريقه بزاف بسهله، وثاني يجي بزاف بنين سورتو كي تطبقوه بهذاك الارز. بعد ما كملنا من البلات ديالنا راح ندوزو للديسير اللي قلت لكم باناكوتا. عندي هنايا 20 سنتيمتر ديال الكريم ليكيد، 50 غرام ديال الشوكولا، وزوج وراق ديال لاجيلاتين. انا استخدمت هذا الماك فانيلي، هذه اللي يجيبوها من الجزائر، يعني متوفره عندنا في الجزائر هاد الاوراق ديال لاجيلاتين حلال. اذا اول حاجه ناخذ لي فيت جيلاتين ديالي نديرهم في الماء البارد بيان سور، ومن بعد في كسرونه ندير هذيك 20 سنتيمتر ديال لا كريم ليكيد ونديرهم يغليو. بعد ما غليت لي هذيك لا كريم ليكيد نزيد عليها هذيك 50 غرام ديال الشوكولا وندوبهم مليح. بعد ما ذوبت الشوكولا راح نزيد هذيك زوج اوراق ديال لاجيلاتين، بصح لازم نحصرهم مليح، نزيدهم في الخليط ديال الشوكولا ولا كريم ليكيد، وندوبهم ندوب عفوا لاجيلاتين ديالي مليح. لازم نخلطو بسرعه باش تتخلط وتذوب لنا قبل ما يبرد عندنا الخليط. اذا كيما راكم تشوفوا بعد ما خلطت هذيك لاجيلاتين كامل، ناخذ الكؤوس ديالي وراح نعمر نعمرهم عفوا بلا بريباراسيون، ونديرهم في الثلاجه يعني يقعدوا على الاقل 3 ساعات باش يشدوا روحهم مليح. يعني هي تحليه رائعه وكيما راكم تشوفوا سهله وتحضر في دقائق. اذا بعد لاباناكوتا يكونوا خلصوا وصفاتنا لنهار اليوم. نتمنى ان هذه الوصفات نالوا اعجابكم وانكم تجربوهم عن قريب، ودوكا ندوزو نشوفوهم موجودين في طبق التقديم. اذا هذا هو الشكل النهائي لطاوله الافطار ديالنا في هذا اليوم الثامن من شهر الكريم. كما راكم تشوفوا الشربه في المثال ديالي تجي بزاف بنينه وخفيفه، مع هذاك الاسكالوب على كريم ولي شامبينيون، مع الروز ايضا بالفلفل يجي رائع بطريقه جديده. وهذا هو. اذا انا نقلكم الى الملتقى في فيديو جديد على قناه ماكابيان وديليس.